انا شفت النهارده الرئيس وهو بيسال محافظ اسكندريه، بيساله على حاجه معينه في المحافظه، قال له هدرس وارجع لسيادتك يا فندم، هدرس وارجع. امال انت سياده المحافظ ما درستش ليه قبل كده؟ هو انت سياده المحافظ قاعد في المحافظه بتعمل ايه؟ وانا مش مشفق على المحافظ، في ناس تقول لك ده المحافظ النهارده، لا والله والله اشفق على الرئيس من هؤلاء الذين يعملون معه. انا بقول تاني بشكل واضح انه كل مسؤول مش قادر يشتغل، الرئيس قالها قبل كده، اللي مش قادر يشتغل يتفضل يستأذن. انا بقول بشكل واضح انه انا مسؤول عن محافظة، مسؤول عن مكان، لو مش عارف كل كبيرة وصغيرة في هذا المكان لا استحق ان اقعد فيه، امشي واشوف غيري يشتغل. اي حد في اي مكان، الرئيس رئيس الدولة قاعد في كل مناسبة في كل مكان، كل التفاصيل بأدق التفاصيل، فاهم الموضوع؟ لان الموضوع مش كلام، الموضوع مش هزار، الموضوع مش تنظير، مش اجتهاد، الموضوع ارقام، فلوس بتخش فلوس بتطلع، اراضي، مشاكل، حسابات. الموضوع مش موضوع ان انا قاعد موجود في مكاني كوزير او كمحافظ وخلاص. الرئيس لما سأل المحافظ كان يجب ان يكون هناك اجابة مباشرة واجابة واضحة. الرئيس بيبقى قاعد مع الوزراء والمسؤولين والمحافظين وغيره، عارف كل واحد عنده ايه، كل واحد من الوزراء عنده ايه، تكليفاته ايه، توقيتاته ايه، تكاليفه ايه، فلوسه جايه منين، عنده عجز منين، ده رئيس الدوله عارف كل هذه الملفات.